ازيكم يا شباب؟ النهارده هنكمل سلسله بلاد في ايطاليا، وجه الدور على عاصمه الموضه. عارفين ايه هي عاصمه الموضه؟ ما تقولش اللي انت مش عارفها، اكيد عرفت هي ايه. هنتكلم في الفيديو دوت عن ميلانو. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ميلانو، عاصمة الموضة في العالم والعاصمة الاقتصادية لإيطاليا. زي ما روما هي العاصمة الفعلية لإيطاليا، ميلانو هي العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، وهي مثلث التصنيع في إيطاليا مع جينوفا وتورينو. دول بلدين كمان موجودين في إيطاليا في المنطقة الشمالية من إيطاليا، وهنيجي عليهم الدور وهنتكلم عنهم زي ما هنتكلم عن ميلانو دلوقتي، وزي ما اتكلمنا عن روما الفيديو بتاعها هوت، وفلورنس او فلورنسا الفيديو بتاعها هوت لو انت ما اتفرجتش عليه، واتكلمت كمان عن فينيسيا او مدينه البندقيه، عملتها على جزئين واللينك بتاع الجزء الاولاني اهوت. دول الفيديوهات اللي انا طلعتها لغايه دلوقتي في سلسله بلاد في ايطاليا. اتفرج عليها لو انت عايز تستفيد وتعرف حاجه جديده عن البلاد بتاع ايطاليا. اذا كنت هتجيلها زياره هتستفاد كتير جدا، واذا ما كنتش هتجيلها زياره اديك هتشوف حاجه جديده وتتعلم حاجه جديده. زي ما قلنا ميلانو موجوده في المنطقه الشماليه من ايطاليا، هي عاصمه اقليم لومبارديا، وبتبعد حوالي 570 كيلو متر من روما، يعني بالعربيه حوالي من 6-7 ساعات على الاوتوستراد من غير ما توقف، يعني المسافه زي ما انتم شايفين طويله جدا. فافضل وسيله مواصلات ممكن تاخدها ما بين من روما عشان توصل لميلانو هي القطر. القطر بيوصل في ماكسيمم 4 ساعات، في قطوره بتوصل في 3 ساعات كمان. النقطه كلها بتختلف بس في عدد المحطات اللي بيقفها في القطر، اللي بيقفها القطر السريع قبل ما يوصل لميلانو. لو انت هتطلع من فلورنس المسافه هتقل حوالي ساعتين. اوكي، هي ديت نبذه بسيطه جدا عن ميلانو، هي فين ميلانو. دلوقتي بقى ندخل في الاكشن. زي ما بنعمل في كل الفيديوهات بتاعه سلسله بلاد في ايطاليا، هكلمكم عن ميلانو عن طريق سؤال وجواب. هنتكلم عن كذا حاجه عن ميلانو. اول حاجه اوصل ميلانو ازاي، تاني حاجه هنتكلم عنها احجز فندق او اكوموديشن فين في ميلانو، الحاجه الثالثه ايه الحاجات اللي انا لازم اشوفها في ميلانو، الحاجة الرابعة اكل فين في ميلانو، هديك كذا سجست عن مطاعم في ميلانو، الحاجة الخامسة اللي احنا اكيد لازم نتكلم عنها وباستفاضة هي اعمل شوبينج فين في ميلانو، اعمل شوبينج فين في عاصمة الموضة، السؤال الاساسي اللي انا لازم اسأله لنفسي، والحاجة كمان اللي احنا هنتكلم عنها هي ايه التورز اللي انا ممكن اعملها حوالين ميلانو، يعني من ميلانو ممكن اطلع اعمل زيارات خارجية ايه برا ميلانو. يلا بينا. بص يا سيدي، اول حاجه هنتكلم فيها عن ميلانو هي طبعا ازاي توصل ميلانو، او لو وصلت ميلانو هتوصل على ايه. ميلانو فيها محطتين قطر ومطارين اتنين، يعني زيها زي روما فيها محطتين ومطارين. المطار الاساسي بتاع ميلانو هو اسمه مطار مالبنسا، ميلانو مالبنسا. ميلانو مالبنسا مسافته حوالي 55 كيلومتر من السيتي سنتر، يعني عايز له حوالي ساعة لو انت خدت التاكسي او الليموزين، وعايز له حوالي ساعة وربع او ساعة ونص لو انت خدت اوتوبيس. المطار التاني اللي احنا ممكن اللي انت ممكن توصل عليه ميلانو هو مطار ليناتي. مطار ليناتي مطار برضو من المطارات الاساسية بتاعت ميلانو، بس الموضوع كله الفرق ما بينه وما بين المطار بتاع مالبنسا، اللي مطار ليناتي بينزل عليه بس الطيارات الصغيرة، يعني في الغالب كل الطيارات اللي جاية من أوروبا عموما. أهم حاجة لازم تاخد بالك منها لما تحجز من أي طيران وانت جاي مثلا من الدول اللي موجودة في أوروبا، خلي بالك لأن ممكن يحجز لك على مطار ثالث موجود في مدينة اسمها بيرجامو. المطار ده اسمه أوريول سيريو.
زي ما انت شايف كده المطار دوت هو مسافته تقريبا نفس المسافه بتاعه مالبنسا عشان توصل لميلانو سيتي سنتر. الفرق بس اللي هو ازيد حوالي 10 كيلو، يعني هو حوالي 65 كيلو من ميلانو سيتي سنتر، بس ما بينزلش عليه طيران عادي، بينزل دايما عليه الطيران اللو كوست. يعني كل الطيارات او الشركات اللو كوست بنسبه كبيره جدا بتنزل على المطار دوت بتستخدم. الحاجة اللي بعديها اللي احنا هنتكلم عليها غير المطارات طبعا هي محطة القطر. محطة القطر زي ما قلت لكم في الاول ميلانو برضو فيها محطتين قطر. محطة القطر الاساسية بتاعتها اسمها ميلانو تشنترالي. ميلانو تشنترالي او المحطة التانية اسمها ميلانو بورتا جاريبالدي. المحطتين موجودين في وسط ميلانو نفسها، يعني انت لو وصلت في اي محطة فيهم مش هتفرق معاك، هتاخد التاكسي بتاعك او هتاخد الليموزين بتاعك او هتاخد الاوتوبيس بتاعك او هتاخد المترو بتاعك وهتوصل لاي حتة في ميلانو او حوالين ميلانو فأقرب فترة ممكنة. يعني من آخر المنطقتين دولت أو المحطتين توب سنترال، منهم هتوصل أي حتة في ميلانو حوالين ميلانو في أقل فترة ممكن. أوكي، وزي ما انتوا شايفين كده ديت حاجة أنا عملتها عشان تعرفوا المسافات والوقت اللي انت ممكن تحتاجه عشان توصل من منطقة للتانية من المطار أو المحطة للسيتي سنتر أو العكس، وفي نفس الوقت المتوسط الثمن اللي هيكلفك الليموزين أو التاكسي أو الأوتوبيس من المطارات والمحطات للسيتي سنتر. ودلوقتي تعالوا نشوف نحجز فين الفندق بتاعنا او الاكوموديشن بتاعنا لما نوصل ميلانو. يلا بينا. ودلوقتي جه الدور عشان نشوف فين تحجز الفندق بتاعك او فين تحجز الاكوموديشن بتاعك في ميلانو. اول مكان انا بدي فيه سجست انت تحجز فيه الفندق بتاعك هو المكان دوت، الدايره الاولانيه دي. الدايره الاولانيه دي احنا لو ركزنا هتبقى زي ما انتوا شايفين كده ميلانو نفسها السيتي سنتر بتاعها متقسم لدوائر، يعني دايره جوه دايره جوه دايره. اول دايره اللي هي الموجوده المنطقه ديت هي دي اكتر منطقه انا بعمل فيها سجست لو انت بتدور على افضل مكان في ميلانو تحجز فيه فندق او اكوموديشن ليك. المكان دوت فيه اغلبيه الفنادق الخمس نجوم وفي شقق كتير جدا للايجار، اللي هي شقق الايجار اليومي مثلا ممكن تجيبها من اير بي ام بي او ممكن تجيبها من بوكينج دوت كوم. لو انت خدت جنب الاربع ستيشن دولت هتبقى جنب السيتي سنتر على طول، يعني انت تطلع من الفندق بتاعك هتاخد المترو ستيشن هتبقى داخل السيتي سنتر. ده اول مكان. وعشان اوضح اكتر برضو انا بوريكم كده في الخريطة زي ما انتوا شايفين المنطقة اللي فيها حتت الصفرة ديت هي الاماكن اللي انت لازم تزورها لما تيجي ميلانو. فزي ما انت شايف كده لو انت خدت في المنطقة ديت هتبقى غالبية الحاجات اللي انت لازم تزورها هتبقى جنبك على طول، يعني انت ممكن تاخدها على رجليك عشان توصل لها او بالكتير ممكن تاخدها بالمترو عشان توصل لها زي ما انتوا شايفين كده. الاماكن التانية كلها من الاماكن التانية دي برا، انت كده كده شوية شوية انت هتروح تزورها، هتقضي فيها مثلا نص يوم وتزورها وتيجي. لو انت ما عندكش البادجت اللي انت تاخد في المنطقة ديت، لان المنطقة دي طبعا غالية زي ما احنا قلنا اللي هي سيتي سنتر، هتاخد في المنطقة التانية ديت ما بين المحطتين دولت والمنطقة بتاعت بياتسا دوومو اللي هي موجودة هنا. كل المنطقة ديت هي المنطقة بتاعت بورتا نوفا، بورتا فينيتسيا، سان ماركو. المنطقة ديت فيها فنادق كتير جدا اذا كان اربع نجوم او ثلاث نجوم او نجمتين، والبادجت بتاعها تمن الغرفة فيها هيبقى اقل بكتير من المنطقة ديت. وفي نفس الوقت زي ما انت شايف كده فيها محطات مترو كتير جدا عشان تعرف توصل للسيتي سنتر. وفي نفس الوقت المنطقة ديت مثلا زي المنطقة بتاعت بونوس آيرس، بورتا فينيتسيا، المنطقة ديت برضو مش توب سنترال، بس مش توب سنترال بالنسبة للزيارات، بس هي توب سنترال ممكن تحسبها للأماكن بتاعت الشوبينج لأن فيها أماكن شوبينج كتير جدا. مثلا زي ما انت شايف كده دي أماكن الشوبينج هيت، فالمنطقة ديت مثلا فيها 1 2 3 4، فيها 4 أماكن للشوبينج بعيد طبعا عن السيتي سنتر اللي فيه غالبية الأماكن السياحية. انت هتختار انت عايز تقعد في انه المنطقه اللي انت شايفها في النص ديت هي افضل منطقه لانها بتربط ما بين الجانبين الاثنين، المنطقه ديت. اوكي، بالنسبه لاغلبيه الفنادق الثلاث نجوم مش مركزه في منطقه معينه في ميلانو، الفنادق الثلاث نجوم موجوده في ميلانو بحالها، يعني متناثره في ميلانو بحالها، بعكس الفنادق الخمس نجوم. اغلبيه الفنادق الخمس نجوم موجوده هنا، يمكن في فندقين ثلاثه بره، بس غالبيه الفنادق الخمس نجوم موجوده في المنطقه دي.
والفنادق الأربع نجوم برضو غالبيتها موجودة في المنطقة الجنوبية من ميلانو، يعني من نص ميلانو فيما تحت المنطقة دي كده. المنطقة دي ما فيهاش كتير. أوكي كده أنا أديتكم كذا سجست بالنسبة للفنادق في ميلانو، فين تحجزها أو الأكوموديشن بتاعك فين تحجزه في ميلانو. الحاجة التانية اللي أنا ممكن أديكم فيها سجست بالنسبة لحجز الفنادق في ميلانو، ميلانو بيبقى فيها إيفنتس كتير جدا، يعني فيها معارض كتير جدا، فأنت لو عايز توفر ابعد عن الفترة بتاعت المعارض، يعني ما تحجزش الفندق بتاعك في ميلانو إذا كان الفترة اللي أنت هتيجي فيها ديت فيها معارض في ميلانو، لأن تمن الغرفة بيزيد أكتر من الضعف، يمكن الثلاث أضعاف كمان. ودلوقتي جه الدور عشان نشوف إيه الحاجات اللي إحنا لما نوصل ميلانو لازم نشوفها. يلا بينا. طبعا اول ما هنوصل ميلانو اول حاجة هنفكر نزورها هي علامات ميلانو، وطبعا اهم علامة من علامات ميلانو هي الكاتدرائية بتاعة الدوومو. كاتدرائية الدوومو موجودة في ساحة الدوومو في السيتي سنتر في ميلانو او في ميلان، وطبعا كاتدرائية الدوومو هي علامة من علامات ميلانو معمولة كلها بالرخام، وبتشتهر لان فيها اكتر من 3500 تمثال في الداخل والخارج بيسردوا الفترة التاريخية اللي اتنشأت فيها وهي القرن الـ13. حاجة من الحاجات الجميلة كمان اللي انت ممكن تعملها في الدوومو او في كاتدرائية الدوومو ان انت تحجز حجز مسبق وتطلع على التراس او الروف بتاع الكاتدرائية، ومن الروف او من الروف بتاع الكاتدرائيه ممكن تاخد فيو جميل جدا لميلانو من بره وجبال الألب اللي موجوده حوالين ميلانو. اهم حاجه برضو وانت على الروف بتاع الكاتدرائيه او في الميدان من تحت تبص بصه على التمثال بتاع السيده العذراء. التمثال دوت مشهور جدا لانه معمول كله من النحاس والذهب الخالص. تاني حاجه هتشوفها في ميدان الدوم وهي جاليريا فيتوريو ايمانويلي سيكوندو، اتعملت سنة 1860 عن طريق قرار من مدينة ميلانو عشان يعملوا سوق مغطى بيربط ما بين ميدان الدوومو وميدان تياترو ديلا سكالا. قدام الجاليريا بتاعت فيكتوريو ايمانويلي سيكوندو والدوومو هنشوف كمان تمثال الملك فيكتوريو ايمانويلي سيكوندو، وفي نفس الميدان في حاجات تانية كتير. ممكن كمان نشوف المتحف بتاع النوفيشينتو اللي فيه اعمال ورسومات من العصور القديمة حتى العصور الحديثة، في أكتر من 500 عمل في داخله. وكمان ممكن نشوف المتحف بتاع الدوومو اللي بيسرد قصة إنشاء الدوومو، وكمان هنشوف بلاتسو رياله. وطبعا من الحاجات برضو اللي انت ممكن تشوفها في ميلانو هو تياترو ألا سكالا. ميلانو معروفة بأن هي فيها كمية مسارح كتيرة جدا، من أشهر المسارح اللي موجودة هناك هو تياترو ألا سكالا ومشهور بفن الأوبرا. حاجة من الحاجات الجميلة جدا برضو اللي موجودة في ميلانو هو كاستيلو أو قلعة سفورسيسكو. القلعة دي اتعملت في القرن الـ14 عشان تبقى حصن مانيع لمدينة ميلانو، بس مع مر العصور القلعة دي اتحولت لمتحف مشهور جدا في إيطاليا بحالها وفي العالم كله، لأن في أعمال لفنانين مشهورين جدا زي كارافاجو ورافائيل وغيره كتير. في نفس المنطقة بالظبط هنلاقي كمان الحدائق بتاعة سيمبيونة، ومع الحدائق بتاعة سيمبيونة هنلاقي كمان أركو ديلا باتشاش أو بالعربي هو قوس السلام، وتعمل تحية للانتصارات بتاعة نابليون بونابرت. وطبعا دلوقتي يجي الدور اللي احنا نروح نشوف ميلانو الحديثة. زي ما قلنا ميلانو مدينة مش بتبص بس للماضي بتاعها، دايما بتبص للمستقبل بتاعها، وعشان كده قرروا اللي هم يعملوا أحياء حديثة. الأحياء ديت منها مثلا حي بيسموه كوارتيير إيزولا اللي هو لايف سيتي، في المنطقة ديت موجود فيها أشهر ناطحات السحاب اللي موجودة في إيطاليا بحالها، وشركات كتير حوالين العالم وشركات كتيرة إيطالية ومستثمرين إيطاليين قرروا اللي هم يبقى ليهم مكاتب وشركات في المنطقة ديت. ليه الكلام ده كله؟ لأن المنطقة ديت زي ما انتوا شايفين كده منطقة حديثة جدا،
يعني بتحس ان انت في مكان تاني مختلف عن مدينة حضارية او اثرية، بتحس قد ايه هي مدينة جديدة مصنعة، يعني مثلا وانت ماشي فيها بتحس اكنك في دبي. واكيد هقول لك لازم تزور كمان حي النافيليه، وخصوصا في الفترة بتاعت بالليل، يعني ممكن تروح تتعشى هناك في المطاعم الموجودة هناك وتاخد تمشية وتاخد بعضك وترجع الفندق بتاعك تاني. واكيد لو انت حابب كمان ممكن تزور لوحة من اشهر اللوح اللي موجودة في العالم، وهي لوحة ليوناردو دافينشي بتاع العشاء الاخير. اهم حاجة لو عايز تزورها لازم تحجز، تعمل حجز مش اقل من 3 شهور قبلها. اوكي يلا بينا دلوقتي، تعالى اقول لكم فين اكتر الاماكن اللي موجود فيها مطاعم في ميلانو عشان لو انت عايز تحجز فندق قريب منها، وفي نفس الوقت هديكم كام سجست على كذا فندق حلال تاكل فيهم في ميلانو. يلا بينا. اوكي دلوقتي يلا بينا نشوف ناكل فين في ميلانو. ميلانو كبيرة جدا، ميلانو فيها اكتر من 2000 مطعم، فده معناه ان انت مش هتغلب ان انت تلاقي مطعم يناسب ذوقك. بس الحاجة اللي انت لازم تعرفها عن ميلانو اللي ميلانو وسط، يعني مش رخيصة زي روما ومش غالية زي فينيسيا. والميزة كمان اللي موجودة في ميلانو بكمية المطاعم الموجودة فيها ديت، انك بتلاقي جميع انواع المطابخ، يعني مش هتلاقي بس المطبخ الايطالي، هتلاقي كمان المطابخ العالمية اليابانية والصينية والتايلندية والمكسيكية وغيره كتير. وده هيديك البوسيبل اللي انت تلاقي الذوق بتاعك. الحاجة التانية اللي انا عايزك تعرفها عن ميلانو، متوسط الاكل فيها او متوسط الوجبة فيها مش اقل من 20 يورو، يعني انت لو دخلت اي مطعم مش هتصرف اقل من 20 يورو. السجست اللي انا ممكن اديهولك انك تاكل اكل حلو وفي نفس الوقت ما تصرفش كتير، انك دايما تدور على المطاعم المكتوب عليها اوستريا او تراتوريا. ديت بتبقى المطاعم الايطالية اللي بتقدم وجبات لوكال ايطالية، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعتها تبقى حلوة وتمنها بيبقى معقول. لو انت دخلت اي حاجة مكتوب عليها ريستورانت، اوقات كتير بتبقى توريستيك، بتبقى سياحية، فبيبقى اوقات تمنها غالي والكواليتي بتاعها مش حلو. بالنسبة للمناطق اللي موجودة في ميلان، هي زي ما انا قسمتها لك كده، في المكان بتاع النافيلي اللي انا قلت لك روح قضي فيه الليل مثلا فترة العشاء، ديت ممكن تقضي فيها الليلة وتتعشى، المطاعم اللي هناك تمنها متوسط مش غالي جدا ومش رخيص. وادي المكان بتاع السيتي سنتر اللي انا قلت لك ابعد عنه، عن الاكل فيه لازم تتأكد طبعا من المطاعم اللي فيه كويس قبل ما تدخل، الوجبات اللي هما بيقدموها ايه والتمن ايه بالظبط. المكان اللي انا ممكن اديك عليه سجست اللي بيعمل اللي فيه مطاعم حلوة الكواليتي بتاعتها حلوة وتمنها حلو، المكان دوت اسمه حي بريرا، كوارتيير بريرا هو حي بيمزج ما بين ميلانو الحديثة وميلانو القديمة، اللي انت تلاقي جميع انواع المطاعم وتلاقي فيهم اللي يناسب ذوقك. اوكي طبعا مكان انا ما حطيتوش في الليستة هو المكان دوت اسمه سيتي لايف، اللي هو المكان بتاع ميلانو الحديثة. المكان دوت فيه مطاعم كتير جدا برضو، بس 3/4 المطاعم اللي فيه كلها مطاعم انترناشونال، يعني تمن الرينج بتاع الاكل فيها مش اقل من 50 يورو للشخص. فطبعا اللي عايز حاجة كده ونفسه يجرب حاجة كده ممكن يروح طبعا في منطقة سيتي لايف ديت، موجود فيها مطاعم كتير جدا كلها مطاعم انترناشونال، وفي مطاعم فيها كتير كمان الطباخين فيها واخدين ستيلا ميشلين اللي هي النجمة بتاعت ميشلين. اوكي تعالوا دلوقتي نشوف كم مطعم حلال وبعد كده ننط على النقطة اللي بعدها. بالنسبة للمطاعم الحلال اللي موجودة في ميلانو، هي فيها كمية مطاعم حلال كتيرة جدا، بس مشكلة المطاعم الحلال اللي هناك ان هم كلهم بعيد جدا عن سيتي سنتر. يعني مثلا اول واحد او اقرب واحد لميلانو سيتي سنتر هيبقى المطعم ده اسمه ميدو ارابيان ريستورانت. مطعم دوت مطعم مصري بيعمل اكل مصري ولبناني، وهو مطعم حلال. تاني اقرب واحد وانا برجحه ومطعم جميل جدا مش وحش اسمه علاء الدين ريستورانت. المطعم دوت مطعم لبناني بيعمل اكل جميل جدا برضو. وفي مطعم هنا تاني اهوت مطعم اسمه بيروت، مطعم لبناني جميل برضو. طبعا انا بقول لكم على الاماكن ديت كلها بس ممكن تناسبك لو انت الفندق بتاعك قريب منها، لكن ما تروح لهاش مخصوص. لو انت تروح لها مخصوص يبقى انا افضل ان انا اخليك تاكل في اي مطعم تاني في السيتي سنتر في المنطقه مثلا اللي انا قلت لك عليها ديت، وتشوف حاجه مثلا انت ممكن تاكلها من المطاعم ديت تناسب ذوقك.
لكن لو انت قريب من المطاعم ديت ممكن تخطف رجلك وتروح لهم، بس هتاكل عندهم اكل عربي. اوكي، في مطعم جميل جدا برضو انا برجحه، المطعم دوت اسمه الجديدة ريستورانت. المطعم دوت جميل جدا برضو لان هو بيعمل في فترة الصيف بيعمل شو في المطعم، بيبقى فيه من جوه موسيقى واغاني وحاجات من دي، هو بيعمل اكل لبناني ومغربي. اوكي، انا كده اديتك سجست لاربع خمس مطاعم حلال، لو انت قريب منهم ممكن تخطف رجلك وتروح لهم تتغدى فيهم او تتعشى فيهم في مرة. اوكي، يلا بينا بقى ننط على النقطة اللي بعديها. واخيرا جه الدور عشان نروح نشوف اهم حاجة في ميلانو، فين نعمل شوبينج، فين نتسوق، فين نشتري حاجات حلوة كتير. يلا بينا اقول لكم على كل الاماكن اللي في ميلانو اللي انتم ممكن تروحوا تعملوا فيها شوبينج، وهي اشهر الاماكن اللي موجوده في ميلانو اذا كان بالنسبه للماركات الهاي اند، الماركات العاليه جدا، او بالنسبه للماركات اليوجوال اللي انت تستخدمها كل يوم. يلا بينا. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ دلوقتي احنا خلصنا كل الحاجات في ميلانو، هقول لكم على كذا سجست للتورز حوالين ميلانو، يعني حوالين ميلانو ايه التورز اللي انت ممكن تعملها، ممكن تروح تعمل زيارات ايه حوالين ميلانو، زي ما عملت في كل الفيديوهات اللي فاتت اذا كانت روما او فلورنس او فينيس، نفس الموضوع في ميلانو، في حاجات جميله جدا حوالين ميلانو ممكن تروح تزورها. يلا بينا اقول لكم على كذا سجست عليها. اول حاجه هتفكر تزورها هي بحيره كومو عشان تاخد لفه فيها وتزور باللاجو وتريميتسو. تاني حاجه ممكن تزورها هي ليك ماجوري او بحيره ماجوري عشان تشوف الجزر اللي موجوده في البحيره ديت. وتالت حاجه ممكن تزورها هي بحيره جاردا. في بحيره جاردا برضو هتروح هناك عشان تزور سيرميوني وتاخد لفه في البحيره. طبعا انا حطيتهم بترتيب البعد، يعني الاقرب في الابعد في الابعد. وفي حاجات تانية كتير انت ممكن تزورها حوالين ميلانو، بس هم دولت الاكثر شهرة والاكثر جمالا. ودلوقتي بعد ما خلصنا الفيديو بتاع ميلانو هستنى كومنتاتكم تحت لو عايزين تستفسروا عن اي حاجة، او لو عايزيني اعمل حاجة معينة فيديو مخصوص. وزي العادة شكرا على رسائلكم، وشكرا على كل الاستفسارات اللي بتبعتوها لي في الرسائل، الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها والرسائل الجميلة اللي انتوا بتبعتوها لي. اهم حاجة لو انت اول مرة تتفرج على الفيديوهات بتاعتي والمحتوى بتاعي وعجبك، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، اشتراك في القناة عشان توصل لك كل الحاجات الجديدة، وتعمل لايك وشير على الفيسبوك لو انت متابعني على الفيسبوك او على انستجرام. ويلا اسلم عليكم بالطريق الايطالي زي ما بعمل كل مرة. تشاو.